أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حصيلة ما تم توقيعه من طروحات مع القطاع الخاص بلغ 1.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات السلعية وإيرادات السياحة 20%. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي لاستعراض برنامج الطروحات الحكومية أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا، موضحا أن الهدف في هذه المرحلة هو دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد إن صندوق ما قبل الطروحات يضم مجموعة من الشركات بقيمة 800 مليون دولار. وأوضحت السعيد خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية أن مشروع حياة كريمة هو المشروع الأكبر تنمويا على مستوى العالم، ويتم العمل على المرحلة الثانية منه في الفترة الراهنة. ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. ووجه مدبولي خلال الاجتماع وزير الإسكان بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بواحة سيوة وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح. شددت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط على أهمية دور القطاع الخاص في لعب دور محوري لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وخلال كلمتها كمتحدثة رئيسية في منتدى حشد رأس المال لتعزيز البنية التحتية المستدامة بالعاصمة الصينية بكين، أشارت المشاط إلى أن مصر تسهم في الجهود العالمية لتعزيز التمويل المناخي العادل ومراعاة المسؤولية التاريخية عن التغيرات المناخية عبر دليل شرم الشيخ للتمويل العادل. قالت وزارة الصحة إن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة ميتيوم صحة أمس فقط بلغت 476,598 خدمة، بينها 15,573 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة. وأضافت الوزارة أن الحملة قدمت خدمات الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة ل 2,208 أطفال، فيما قدمت 45,738 خدمة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.